عصفور حلو كتير، كنت مفكر حالي بعرف طير. تعالوا نتابع ونشوف شو صار معي. كانوا أمي وأبي عم يعلمونا كيف نطير، وراحوا لحتى يجيبونا أكل وقالونا لا تغادروا العش لأنه ما بتعرفوا شو رح يصير فيكن، انتو لساتكن صغار. وبعد ما راحوا قلت لأخواتي أنا رح ألحق ماما وبابا ورح روح شوف كيف يجيبوا الأكل، أنا كتير جاي على بالي طير. قالوا لي لا أنت لسه صغير، لا تطلع مشان ما تتعرض للمخاطر. بس أنا ما رديت وطرت، وأول ما طرت وقعت على الأرض وانكسر جناحي. توجعت كتير وحاولت أرجع طير لأرجع لش بس ما قدرت، وأنا قاعد بمعاناتي. إجوا ولدين، قال واحد للتاني تعا تعا شوف هاد العصفور، خلينا نحبسه وناخده ويصير إلنا ونربيه. أنا عم قول بقلبي لا يا ربي لا يا ربي، أنا رح أسمع كلام أهلي خلصني من هالوردة. قام قال له التاني لا حرام لساته صغير، هلأ بيجوا أمه وأبوه وبيلاقوه. قلت الحمد لله، وبالفعل مشيوا هدول الولدين. وبعد فترة اجوا أمي وأبي ودوروا علي ولاقوني ورجعوني للعش ودعوني. وأنا تعلمت من درسي إنه ما لازم نعق أهلنا أبدا، وبرهم لازم يكون الشي اللي منحرص عليه ومنحافظ عليه، هيك أوصانا رب العالمين. ولحتى نجنب حالنا من المخاطر لازم نسمع كلام أهلينا. أنا العصفور سنفور بحبكم كتير.